ربما حقيقة لا يختلف عليها الباحثون هي قضية أنه في الولايات المتحدة من يصنع القرار هي المؤسسات وليس الرؤساء، ولكن لا يخفى على أحد أن الرؤساء لديهم في بعض الأحيان تقييد لدور المؤسسة أخذا بمبدأ السياسة العليا المتبنات من قبل الحزب أو إطلاق العنان للمؤسسات في أن تلعب دورها في التأثير. ففي تقديري أن الرهان ومنسوب التفاؤل في علاقة أكثر رصانة وأكثر تطورا وتؤسس إلى تنمية مستدامة في العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة وبين العراق هي تأتي في ظل وجود الجمهوريين وفي تقدير ترامب الرئيس شخص الرئيس ترامب بالتحديد على اعتبار أن برنامجه ذات أبعاد اقتصادية ونحن في العراق بأمس الحاجة إلى نهضة اقتصادية عبر تنمية مستدامة تحتاج إلى أفقا واسعا كأفق الولايات المتحدة، لا سيما نحن نتحدث عن نظام رأس مالي وقضية الكتلة النقدية وقضية رأس المال والاستثمار الأمثل لرأس المال في تجربة استطاعت عبر النظام الرأس مالي أن تحقق الأحادية القطبية والدليل انهيار النظام الاشتراكي قبالها. فالمعادلة مهمة، مخرجات العملية الانتخابية مهمة بالنسبة للعراق إذا فاز الجمهوريين لأن الديمقراطيين 100%، وهذه أصبحت صورة نمطية عند العراقيين جميعا، إنهم إن جاءوا لكن ربما سيدعمون الإسلام يا السياسي، دكتور والإسلام السياسي هناك لن يؤدي دور. من يخالفك ربما الرأي وينظر إلى الجنبة الأمنية، ونتذكر ترامب في ولايته في 2 يناير 2019 عندما تمت عملية تصفية سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي في العراق، كذلك عندما نزل في عين الأسد دون ما اختار لأي مسؤول عراقي. هذه بالحقيقة كانت بسبب عدم توطيد العلاقة مع الحكومة العراقية التي لم تلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية. ثانيا، إذا قلنا أن حادثة المطار حدثت في زمن ترامب، فالأقسى على الجسد العراقي هي دخول داعش، ودخول داعش كان في فترة أوباما. وبعدها أحداث غزة ولبنان أيضا في ظل الديمقراطيين. فإذا إحنا من نحسب الحسابات أن داعش فقط كلفتنا في واحدة من محافظاتنا التي اجتاحتها داعش، وأعني بها نينوى، 42 ألف ضحية وشهداء أعمال عنف. هؤلاء لم يكونوا أساسا لا أبناء مؤسسة أمنية ولا عسكرية، فمعنى ذلك أنه في ظل الديمقراطيين نزفنا دماء أكبر بكثير وتعرضنا إلى تهديد وجودي. أما في ظل النظام، في ظل التوجه الجمهوري، وفي ظل ما اكتسبه السيد ترامب في ظل هذه الفترة، لأن أنا في تقديري المرحلة التي ابتعد فيها عن السلطة وتسنم بايدن السلطة هو أيضا بقي في مدار العمل السياسي ويكتسب خبرة ويقيم الأحداث والوقائع وتولد لديه تجربة ستستثمر في المرحلة القادمة. لكن في تقديري أن الجمهوريين هم الأسلم، جمهوريين نخبة وهل وليسوا تختلف يا شعبويين، دكتور يعني مع ما مع يصفون شديد الاحترام بالنسبة الجمهوريين للديمقراطية. بأنهم دعاة حرب بالعودة إلى ما حصل في أفغانستان، العراق عام 91، العراق 2003؟ نعم، بالحقيقة هذه أعادة توازن فيها ترامب. إذا كانوا في عهد الجمهوريين حصلت قضية احتلال أفغانستان والعراق، فأيضا في ظل وجود الديمقراطيين تهدد الأمن الإقليمي، وأنا في تقديري أيضا هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين. أي بمعنى أنه أي حالة اضطراب تحصل في الولايات المتحدة تهدد وجودها هي تدخل حربا كونية وقد تؤدي إلى فوضى عالمية، لأنه احنا لا ننسى نحن نتحدث عن انتخابات في دولة تمثل القطب الأوحد والتي تشكل عنصر ضبط حتى الشرق أوسطيا. لاحظ الضربة الأخيرة لإسرائيل، من لديه القدرة دوليا وإقليميا وحتى محليا على مستوى الشركاء في إسرائيل أن يقيد نتنياهو؟ الجهة الوحيدة التي قيدت نتنياهو في مسألة الرد على إيران هي الولايات المتحدة، واضطر نتنياهو التزاما بالدور الفاعل والمؤثر للولايات المتحدة أن لا يبالغ في الضربة حتى لا ننجر إلى حرب إقليمية قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. فما حذر منه ترامب على مستوى الإعلام
واضح جدا أنه استطاع أن ينفذ في الميدان، وهذه هي أمور تدفع باتجاه الاطمئنان للمرحلة القادمة، لا سيما حديثة عن إيقاف الحرب في أوكرانيا.